السلام عليكم أحبتي أينما كنتم ورحمة الله وبركاته، وأسأل من الله العلي القدير أن يحفظكم ويرعاكم وأن يقضي جميع حوائجكم وأن يشافي مرضاكم وأن يعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، وأن نرزق وإياكم حسن العاقبة إن شاء الله بحق صاحب الأمر عجل الله فرجه الشريف. أحبتي، ونحن في شهر ذي القعدة، هذا الشهر الفضيل، صلاة يوم الأحد من شهر ذي القعدة، هذه الصلاة لها أجر كبير وعظيم. الآن سأبين هذا الأجر وهذا الثواب كما نقل عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، ثواب عجيب، والله ثواب عجيب. في الإقبال روى أحمد إلى أن قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الأحد من شهر ذي القعدة، يوم الأحد من شهر ذي القعدة، فقال صلى الله عليه وآله: أيها الناس، من كان منكم يريد التوبة؟ قالهم: من يريد التوبة؟ قلنا: كلنا نريد التوبة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله: اغتسلوا. يعني شنو؟ يعني يستحب الغسل في هذا اليوم، أي يوم الأحد من ذي القعدة. اغتسلوا وتوضأوا وصلوا 4 ركعات. إذن أحبتي، الصلاة، صلاة يوم الأحد 4 ركعات، ركعتين ركعتين، مثل صلاة الصبح. تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة، وقل هو الله أحد 3 مرات، والمعوذتين، أي قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق، كل وحدة مرة ومرة. بعد ما ننهي هذه الصلاة ونكبر ونسلم، نسلم ونكبر، تنهي الصلاة فد مرة، تستغفر 70 مرة، تقول: أستغفر الله ربي وأتوب إليه 70 مرة بعد الصلاة. ثم تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وبعدها تقول: يا عزيز يا غفار، اغفر لي ذنوبي وذنوب جميع المؤمنين والمؤمنات، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أجرها يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله، أريد شوية تسمعوا للأجر، وهذا الصادق الأمين قالها، النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله لا يقول مجازا، حقيقة، وهذا هو الأجر. قال صلى الله عليه وآله: ما من عبد من أمتي فعل هذا، يعني صلى هذه الصلاة، إلا نودي من السماء: يا عبد الله استأنف العمل، فإنك مقبول التوبة ومغفور الذنوب، وبورك عليك وعلى أهلك وذريتك يا الله، وترضي خصماؤك يوم القيامة، وتموت على الإيمان، شوفوا الأجر، ولا يسلب منك الدين، وهذا أهم شيء، ويفسح في قبرك وينور فيه، وينادى: يرضى أبواك وإن كانا ساخطين عليك. هذا اللي أبوه ساخط عليه والعياذ بالله، هذه الصلاة ترضي أبواه وإن كانا ساخطين عليه. بعد يا رسول الله، يقول: وغفر لأبويك ولك ولذريتك، وأنت في سعة من الرزق في الدنيا والآخرة. أيضا لمن يريد الرزق إن شاء الله، هذه الصلاة للرزق. بعد يا رسول الله، يقول وينادي جبرائيل عليه السلام: أنا الذي آتيك مع ملك الموت، وآمره أن يرفق بك ولا يخدشك أثر الموت، إنما تخرج الروح من جسدك سلا. شنو سلا؟ يعني برفق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق وإياكم لأداء هذه الصلاة العظيمة في شأنها، للرزق، لرضا الوالدين،
يعني جميع البركات إن شاء الله موجودة في هذه الصلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق وإياكم لأداء هذه الصلاة، وأنا أسألكم الدعاء لمن يصلي هذه الصلاة، شرط أن تدعوا لي إن شاء الله. بدوام التوفيق لخدمتكم وحسن العاقبة، وندعو معا إن شاء الله سوية في أن يعجل في فرج مولانا صاحب الأمر، عجل الله فرجه الشريف.